السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عبد العزيز حسن من موقع خدمات ويب دوت كوم. هنبدأ النهاردة نشتغل على الويب سايت. أنا نزلت تمبلت كده، هي كيت في الحقيقة مش تمبلت، يعني هي ويب كيت، يعني كيت دي اللي هي زي تمبلت، بيديك شوية اوبشنز معينة، بيديك مثلا أشكال الزراير مش عارف ايه الكلام ده كله، وأنت تبدأ تبني الويب سايت بتاعك بالشكل اللي أنت عايزه، يعني تمام زي الداشبورد تقريبا كده. تمام طيب، ده طبعا التول تيب، المودلز مش عارف الكلام ده كله. تمام هي اللي هي دوكيومنتيشن، تمام وهي فور فري، بس هي فيها فيرجن ابجريد، تمام وفيها فيرجن فور فري. المهم عايزين ناخد السين ده نحاول نظبطها على قد ما نقدر ونطلع بشكل كويس للموقع بتاعنا. طيب تعال نقول له هنا فيو بيج سورس، اظن فيو بيج سورس كلام زي ما انا في الداشبورد بالظبط، كل الحاجات موجوده في الاسيتس زي ما هو هنا برضه نفس الكلام. تمام مش محتاجين جوجل مابس. طيب تعال ناخد الكلام ده كله كوبي ونروح هنا على الكود بتاعنا بقى، على بركه الله نبدا نروح على الريسورسز الفيوز. هنلاقي في هنا عندنا حاجه اسمها هوم وحاجه اسمها ويلكم. ويلكم دي اللي هي فيها اللي هي بتظهر لاي حد، يعني اي حد داخل بتظهر الويلكم دي. فهنحط دلوقتي بشكل مؤقت الكوب بتاعنا فيها، اللي هو احنا لسه واخدين الكوبي اهو. تمام طيب الهوم دي اللي هي بتظهر لي الناس اللي مسجله، تمام الناس اللي مسجله الدخول يعني. المهم طبعا هنا انت عندك في اسيتس، تمام الاسيتس دي جواها ملفات. طبعا لو لاحظنا هنا احنا هنا اصلا في الداشبورد احنا شغالين عليها كان في فولدر اسمه اسيتس، هتلاقي فيه نفس الملفات اصلا بتاعت الكلام ده. فاحنا ممكن ناخد الكلام ده كله كوبي ونروح هنا على الببليك، نعمل فولدر تاني هنسميه مثلا وليكن فرونت اند، فرونت اند بشكله، ونحط الكود جواه او نحط الملفات دي بيست بالشكل ده. تمام ونيجي هنا هنقول له ريبليس لاي اسيت بالفرونت اند. طيب هات له هنا ريبليس اي اسيت بالشكل ده، كنترول ار ب فرونت اند. فرونت اند طبعا هي بس مش هنشيل الدوت دي ملهاش لازمه. ريبليس اول ننزل تحت. مش محتاجين جوجل اي بي ايز دي كده مش هشتغل لان كده اصلا مفيش كي، يعني هنا مفيش كي فيها تقعد تقول على الفاضي. طيب تعال نعمل ريفرش بقى في الويب سايت بتاعنا كده، نخرج خلاص بره الادمن ده ملوش لازمه دلوقتي، كل شويه يبقى على الويب سايت. تمام الدنيا شغاله كده بيس يعني. تمام طيب انا كل اللي محتاجه حاليا محتاج الهيدر، محتاج الجزء اللي فوق ده، ده قشطه هنخليه، يعني الجزء اللي فيه السحاب بيتحرك شكله حلو بصراحه عجبني. تمام وهنسيب الفوتر الحته اللي في الاخر تحت. تمام هنشيل بقى كله. تمام وهنبدا بقى نريبلس سكشن، يعني هنجيب سكشن ونحطه وهنشوف الدنيا ماشيه ازاي. طيب تعال اول حاجه نطلع فوق خالص، ادي الناف بتاعنا، ادي ال اند ناف، دي الهيدر، ادي المين، المين جوا كل حاجه. تمام ده السكشن بتاع البيزك اليمنت، ده السكشن لو بيزك اليمنت الحته من اول هنا كده. تمام السكشن الثاني الثالث مش محتاج كل ده بقى، كل السكشن دي مش محتاجها. بس انا كولابس كله عشان نعرف هنمسح ايه بالظبط، عشان مفيش حاجه تمسح غلط. تمام هسيب الفوتر، الفوتر ده هسيبه. تمام هعمل ريفرش دلوقتي، المفروض الاقي الجزء اللي فوق والفوتر بس بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. كلام جميل جدا جدا. تعال بقى نبدا نظبط، احنا هنسمي البروجكت بتاعنا خدمات ويب طبعا. فتعال نرجع هنا هنيجي لي الجزء بتاع الهيدر اللي فوق ده،
هنسميه خدمات داش ويب كوم. تمام، نعمل ريفرش. ادي الاسم الحته دي. تمام، محتاجين شويه ديسكريبشن كده بسيطه، عادي ممكن نحطها يعني. فريش. تمام، مش محتاج الجزء ده بتاع ديزاين كودنت باي كذا، اللي هو الجزء ده بتاع ال H6 مش محتاجينه خلاص. وده الكلاود موفينج. تمام، هنسيبها زي ما هي، هنسيب كل حاجة، هنشيل بس الجزء اللي تحت ده. كلام جميل جدا جدا. تعالى بقى نشيل الاسم ده. تمام، برضه نفس الكلام، هناخد الاسم بتاع الموقع بتاعنا خدمات ويب ونحطه في الناف بار. اوكي، وطبعا هو هنا رابطينه، هنقول هنا لا it would be a route. هنقول هنا landing web site او front end، خليها front end dot landing. landing page يعني. تمام، طبعا هنروح لازم نعرف الراوت ده، عشان طالما انت عامل راوت نيم كده مش موجود هيديك بج على طول، هيديك ايرور. فتعال هنا للويب سايت، هناخد ده كده كوبي. هو هنا على فكره البتاع هنا ممكن نقول هنا نيم على طول، نيم فرونت اند لاندنج، فرونت اند دوت لاندنج. ريفرش، تدوس عليها يجيك يديك على الهوم. كلام جميل جدا جدا. طيب، مش محتاج انا الفيسبوك وتويتر والكلام ده كله، هنسيب الحته اللي فوق دي فاضيه عشان نحط فيها السكيلز والدوكيمنت والكاتيجوريز والحاجات بتاعتنا. طيب، هنيجي هنا، هنيجي للجزء بتاع ال تويتر الكلام ده كله، هنشيله كله ملوش لازمه بالنسبه لي، نرميه في الزباله. بس هنخلي واحده بس عشان نعرف هو كان ماشي ازاي، عشان لما نيجي رابلس دي بتاعت البوتون، هو بيحط انكر جوه ال ال اي. طيب، تعال بس نروح على الدوكيومنتيشن بتاعتهم. هم حاطين هنا في الدوكيومنتيشن انت تعمل دروب داون منيو، فمحتاجين نعرف نعمل زي دروب داون عشان نعمل واحدة خاصة بالكاتيجوريز. الدروب داون عبارة عن بوتون بتحطه. ماشي، قشطة. هناخد دي كده كوبي ونروح هنا. ممكن نحطها كده نشوف الدنيا في الأول. الدروب داون فعلا بالشكل ده. طب بس هي احنا اللون اللي كان موجود كان لون شكله لذيذ بصراحة يعني، اللي هو اللون بتاع الدانجر ده، يعني اللون ده حلو بصراحة، جميل. ممكن ناخده كده كوبي، هو واخد دانجر، بوتون دانجر. فريش، اوكي، بالشكل الحركة اللي شايفينه ده. طيب، محتاجين بس نعمل هنا ايه؟ محتاجين هنا نقول ان ده كاتيجوريز. تمام، محتاجين ناخد نفس ال اي دي تاني، نحطها بيست. فريش، نقول بس بدل كاتيجوريز نقول دي تبقى ال سكيلز بالشكل ده. اوكي، ممكن نحط السكيلز. ماشي. ممكن طبعا هنعمل هنا لوجن، ناخد دي كده كوبي
هنشيل بقى كل الكلام ده، نعمل انكر عادية خالص. ايه href، هنقول هنا login و register، نعمل refresh. تمام، تعال بس ناخد دي كده cut من هنا، نحطهم في الاخر خالص بعد ال eyes دي كلها. تمام، ممكن نرجع بس لهنا لل icons دي، نشوفها كانت معمولة ازاي، لان الشكل او الدوكيومنتيشن دي معمولة ازاي، لان الدنيا ضربت شوية. واخدة كلاس اسمها كلاس ناف، ماشي. ال اي واخدة كلاس، عذرا الانكر واخدة كلاس اسمها كلاس ناف، كلاس ناف. نرفرش، نرفرش للبروجكت بتاعنا. كده تمام. طيب، ممكن نشيل البوتن ده ونخلوش بوتن، نخليه عادي مجرد انكر عادي. تعال نجرب كده، نخلي ده انكر عادي خالص. تمام، نشيل منه البوتن دانجر ده. تعال نعمل ريفرش، شوف الدنيا فيها ايش ازاي. شكلها مش لذيذ خالص يعني، اعتقد الشكل الاولاني ألذ يعني. طيب تعال نرجع ليه تاني، ادي البوتونز. في حاجة احنا كنا شايلينها، كان بوتون مش انكر. تمام، فين الكاتيجوريز وهنا السكيلز، وادي اللوجن وادي الريجستريشن. تعال نروح للوجن والريجستريشن نظبطهم، نظبط اللينكات بتاعتهم. راوت يوزر، عذرا اوث دوت، هما مش مسميين اصلا. تعال نشوف بس هنا في ال resources، في ال views، في ال oath، في ال login، هما عاملين لهم اصلا route name ولا بيند عليه ازاي. ال form route login، ماشي اوكي. طيب خلينا نقول هنا ال URL slash login، وهنا URL slash register بالشكل ده. refresh login، طبعا المفروض هيحولني انا على الهوم بيج. تمام اوكي، الكلام ده جميل جدا جدا. طيب اخر حاجة بقى، محتاجين نشيل بس محتاجين نشيل الحاجات اللي تحت في الفوتر دي. هنحط بس اسم الموقع بتاعنا. فين الفوتر؟ ادي الفوتر بتاعنا. خدمات داشورد.com. وده طبعا هو بيحط السنة، ماشي قشطه. نعمل فريش. تمام الكلام ده جميل. طيب عايزين نبص بقى على الكيت اللي كانت معانا دي. هو في كاردز اصلا، تعال بص على الدوكيومنتيشن، في كاردز، في كاردز. تعال بص على الكاردز دي، عشان الكاردز مهمة جدا عشان نحط فيها الفيديوهات بتاعتنا. في كارد ايه، في كارد من غير صورة، في كارد صورة بالشكل ده، في كارد از ده حلو، ده عشان نحط فيه كاتيجوريز برضو يبقى ظاهرين. تعالوا هنا في الجزء ده نجرب بس نحط شكلها، يبقى عامل شكلها عامل ازاي. ماشي، وهنحط الكاردز اللي هي بتاعت الصورة طبعا. ماشي، هو في شوية اوبشنز حلوين بصراحة يعني هيفيدونا.
تعال بس نحط الكارت بتاعت ال الصورة دي شكلها لطيف برضو. تعال ناخد دي كده كوبي، هنروح نرميها هنا في ال شغل ده بيست. تعال نجرب نشوف الشكل عامل ازاي. ماشي طبعا، لما نظبط السكيشن هتبقى مظبوطه. طيب تمام، كفايه كده لحد دلوقتي. اشوفك الدرس الجاي هنعمل ايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.